في مثل هذا اليوم وقبل نحو 300 عام كانت لكل منا قصة، قصة جد شهد تأسيس هذا الوطن وتلاحم مع قيادته، وورث من بعده حب الوطن أبا عن أب. واليوم نعود بالزمن لنفخر بأجدادنا، وليعرف العالم مجدنا الذي بدأت حكايته من سادس جد. الله يحميها، هي قبلة الإسلام والروح تفديها، الكل يهواها يعشق أراضيها، ما هو السعودي بس حتى المقيم فيها، ما مثلها في الكون. الله يحميها، هي قبلة الإسلام والروح تفديها، الكل عشق أراضيها، ما هو السعودي بس حتى المقيم فيها. في مثل هذا اليوم تأسست دولة، دستورها القرآن، سنة رسول الله، دولة عظيمة في الكون. الله يحميها، هي قبلة الإسلام والروح تفديها، الكل يهواها يعشق أراضيها، ما هو السعودي بس حتى المقيم فيها، ما مثلها في الكون. الله يحميها، هي قبلة الإسلام والروح تفديها، عشق أراضيها، ما هو السعودي بس حتى المقيم فيها. في مثل هذا اليوم تأسست دولة، دستورها القرآن، سنة رسول الله، دولة عظيمة رسولنا.
طافت تقريبا 3 مليون بني آدم قبلة المسلمين يتعبدون ومرتاحين سبتكم انتم، فيعني كل الغضب لك. العسل والأمجاد يموت غيث البقاء ما مثلها في الكون، الله يحميها هي قبلة الإسلام والروح تفديها، الكل يهواها يعشق أراضيها، ما هو السعودي بس حتى المقيم فيها، ما مثلها في الكون الله يحميها، هي قبلة الإسلام والروح تفديها، الكل يهواها يعشق أراضيها، ما هو السعودي بس حتى المقيم فيها، واها يعشق أراضيها، ما هو السعودي بس حتى المقيم فيها، ما مثلها في الكون الله يحميها، هي قبلة الإسلام والروح تفديها، الكل يهواها يعشق أراضيها، ما هو السعودي بس حتى المقيم فيها. في مثل هذا اليوم تأسست دولة دستورها القرآن سنة رسول الله، دولة عظيمة